بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استقبال شهر رمضان المبارك. تفضل الله سبحانه وتعالى على عباده في حلول شهر رمضان عليهم كل سنة، وهو شهر عظيم مبارك فيه خيرات كثيرة وأعمال جليلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان فيقول: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، وذلك ليستعدوا لهذا الشهر بما يليق به من استغلاله في الخير، لأداء واجبات ومستحبات وأعمال خيرية كثيرة. فهذا الشهر جعل الله صيامه فريضة على المسلمين، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فجعل صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام، والله جل وعلا قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأوجب الله صيام هذا الشهر على كل حال لمن أدركه هذا الشهر، فإن كان صحيحا مقيما فإنه يصومه أداء ولا يفطر في شيء منه، وإن كان مسافرا فله أن يفطر في سفره على شرط أن يقضي ما أفطره من أيام أخر. وكذلك المريض إن استطاع أن يصوم فإنه يجب عليه الصيام أداء، وإن كان الصيام يشق عليه أو يزيد في مرضه أو يؤخر برأه فإنه يفطر ويقضي من أيام أخر. وبقي صنف ثالث لا يستطيع الصيام أداء ولا قضاء، وهو الكبير الهرم والمريض المرض المزمن، وهذا قال الله جل وعلا فيه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين بنصف صاع من الطعام، وهو ما يعادل كيلو نصف من الطعام المأكول في البلد، عن كل يوم من أيام رمضان الذي لا يستطيع صيامه أداء ولا قضاء. وهذا الشهر كما أن الله فرض صيامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سن لأمته قيامه، قيام لياليه، لا سيما ليلة القدر. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الشهر كله خير وكله بركة،
لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. وكذلك من خصائص هذا الشهر ما نوه الله عنه بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. خصه الله بإنزال القرآن لأنه ابتدأ نزول القرآن في شهر رمضان، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وبين هذه الليلة المباركة في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومعنى أنزلناه أو أنزل فيه القرآن أنه ابتدأ إنزال القرآن فيه، ثم تتابع بعد ذلك نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما حسب الوقائع والحوادث، حتى تكامل القرآن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوة القرآن في شهر رمضان خاصة، خصوصا في الليل، فكان ينزل عليه جبريل عليه السلام يدارسه القرآن كل ليلة. ولذلك يستحب للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن في شهر رمضان، لأنه الشهر الذي ينزل فيه القرآن. وفي هذا الشهر أيضا ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الليلة أخفاها الله في الشهر لأجل أن يجتهد المسلم في كل ليالي الشهر، فمن اجتهد وقام رمضان إيمانا واحتسابا كل لياليه حصل على فضيلتين: فضيلة قيام شهر رمضان، وفضيلة قيام ليلة القدر. أما من اقتصر على بعض لياليه يتحرى أنها ليلة القدر، فهذا قد يصادفها وقد لا يصادفها، فهذا فيه الحث على قيام ليالي شهر رمضان كلها حتى يحصل على هاتين الفضيلتين: قيام رمضان الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقيام ليلة القدر التي قال الله فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. في الآية الأخرى قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فوصفها بأنها مباركة، فهي ليلة عظيمة وهي في هذا الشهر، فعلى المسلم أن يتحراها وأن يجتهد في العبادة والدعاء لعله يصادفها فيحصل على هذا الثواب العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاغتنام هذا الشهر وتوفير الأجر، وأن لا يحرمنا وإياكم من فضله بذنوبنا وتكاسلنا وغفلتنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.